هلا وضح، معكم سناء من المغرب، واليوم جيت نقدم لكم واحد تقنية جديدة لتوريد الشفايف تسمى كذلك بتقنية الجلاساج أو تقنية المكياج سمي بيرمانو. إذا اليوم رحبوا بنا صالون ريمز بيوتي بالمعرف بالدار البيضاء. سي اون نوفيل تكنولوجي ديال لو مكياج سمي بيرمانو et donc qui consiste à injecter des pigments sur les lèvres. باش كيبقى عندنا ان ايفي ديال ان روج ا ليفر ناتوريل. اون فيت لو غلاساج اي فيه بور دو شوز، سوا بور كوريجي لا فورم ديال لا بوش، سينو بور الناس اللي كيكون عندهم شويه ديال لو بلو في لي ليفر ديالهم، دونك اونتر بارانتيز لي جان كي فوم، دونك كيديروها باش كيوليو لي ليفر ديالهم ان بو روز. إذا معنا كذلك سعيدة، إذا أخصائية هذا المكياج اللي غتقوم كذلك بكل هذا المراحل، فبقوا معنا. وبعد ذلك نضع هذا المرهم المخدر. لمدة 30 دقيقة. إذا كيف ما لاحظتوا معنا، من بعد التخدير دخلنا لو بيغمون للعبغ ديالنا. إذا هذه هي النتيجة النهائية لتوريد الشفايف. إذا الآن غادي نقوموا بلا فيكساسيون اللي هي العملية الأخيرة من أجل تثبيت هذا اللون. إذن هذا الفيكساتور كنبقاو نديروه من مورا هذه العملية لمدة 4 أيام. من بعد كيبداو يتقشروا لنا لي ليفغ ديالنا، كيبقى تقريبا 60% كطير لنا 40% من هذا البيغمونتاسيون. بعد ذلك كنقوموا بعملية ترطيب الشفايف من أجل نتيجة اللي هي نهائية جميلة جدا. بعد هذا العملية يمنع على المرأة أو الرجل 5 أشياء، إذا تعرض لدرجة الحرارة، كذلك ممنوع شرب المشروبات الساخنة، ممنوع التدخين، ممنوع الحمام بدرجة عالية، وممنوع القولات. ساليزي عندك لو ريسك ديال لو بيغمون، يقدر يكون ان بيغمون كي ني با بيان، كي تيان با بوكو، والله يحفظ، يقدر يوقع اوسي ان ليجي غونفلمون او نيفو دي ليفغ ولا شي حاجه. دونك سي فريمون تري ريسكي باسكو اون ترافاي افيك دي زيغوي تري فين، دونك كوم سي ريسكي فو ميو كيلكان كي ا ديجا في اون فورماسيون او ان سالون سبيسياليزي. إذن عبر تجربة شخصية صراحة ما كتحسوش بألم، فقط بعض الوقت الصغير اللي كيروح عبر الوقت، كذلك تحصلوا على النتيجة اللي هي طبيعية وعلى شفايف موردة دون اللجوء إلى أحمر شفاه في كل مرة. إذن هذه هي النتيجة النهائية.